بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل. اليوم نقدم مع بعضياتنا جوج الأنواع ديال البريوش بخليط واحد، مقادير جد اقتصادية، كيجيو خفافين ولذاذين. نتمنى أنكم تجربوهم ونالوا الإعجاب ديالكم. ودابا نمروا للمقادير والطريقة. إذن على بركة الله، فواحد البول كنديرو كأس ديال اللبن، العبار بهاد الكأس كأس العنبة، نفس الكأس غادي نعبرو به جميع المقادير. إلا ممتوفرش اللبن يمكن ليكم ديرو الحليب. كذلك ضفت هنايا جوج كيسان تاع الماء يكونوا دافيين. إلا كان عندكم الحليب أو اللبن بارد سخنوا الماء مزيان باش يلا يجيكم الخليط هو هذاك. هنا بديت كنضيف السكر حبيبات اللي كيتبقى على حسب الذوق. انا هنايا درت 4 المعالق ديال السكر حبيبات. كذلك غادي نضيف هنايا كميه من الخميره المعجونه، كتبقى الكميه على حسب الجو، وكميه من الملح. صافي، وكنبدا نخلط مزيان هاد العناصر مع بعضياتها حتى كنحس بديك الخميره دابت ليا. يمكن لكم تستعملوا الباتور او الخلاط الكهربائي اللي ارتحيتوا فيه، فقط بالخلاط اليدوي راه قاضي الغرض. اذا كنخلط مزيان حتى كنضمن انه الخميره دابت. وهنا غادي نضيف واحد الساشيه ديال خميره الحلوى من فئه 8 غرام، كيف ما يمكن لكم تستغناو عليها، يعني فقط تكتفيو بالخميره المعجونه. صافي، غادي نخلط هاد العناصر. هنا ضفت شويه ديال الفاني، يمكن لكم ديروا قشور ديال الليمون او قشور الحامض، او لحتى تقسموا عفوا الخليط وديك الساعه تضيفوا المنسم اللي بغيتو. هنا ضفت ثلث كاس ديال زيت المائده، فقط ثلث. صافي، وغادي نبدا نضيف الدقيق اللي كيبقى بطبيعه الحال على حساب الخليط. الدقيق يكون خاص بالحلويات، سواء الفورس الرطب او الفورس الحرش، حتى هو راه كيجي. بالنسبه لي هنا درت الفورس الرطب، ويمكن لكم تخدموا حتى بالفورس الحرش. صافي، غادي نبدا نضيف الدقيق وانا كنخلط حتى كنتحصل على العجين اللي يكون ارطيطب، يكون مرخوف شويه. يعني العجين ديال لي بريوش كيف ما كنعرفوا خاصهم يكونوا خفافين شويه باش يجينا القوام ديال البريوش زوين وخفيف. ما كنحتاج لا الدلك لا والو، كيف ما كتشوفوا انا كنخلط غير بالخلاط اليدوي او حتى بالخلاط، يعني عفوا حتى باليد يمكن لكم تخلطوا، ولكن يعني فقط باش تضمنوا انه العناصر تخلط مع بعضياتها. هذا هو القوام كيف ما كتشوفوا كيلتصق باليد. كنخلطوا باش نضمن انه العناصر تخلطت مع بعضياتها، وكنغطيه ونخليه جانبا باش يخمر ليا مزيان. اذا خديت هاد جوج المولات، المقله الثقيله وكذلك هاد المول ديال الزاج اللي كبير حجم عائلي، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. يمكن لكم تديروا مولات اصغر الا بغيتوا البريوش يجيكم عالي بزاف. انا بالنسبه ليا ما كنبغيش عالي بزاف، غادي نستعمل هادو. اذا من بعد ما خمرت ليا كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي تضاعف الحجم ديالها مزيان، دهنت كيف ما سبق لي ذكرت المول ديالي بالزبده اولا الزيت اللي متوفر والدقيق. اذا غادي ندير النصف الاول اللي غادي يكون بالنسمه ديال الفانيل اللي درت في الخليط. اذا غادي ندير النصف ديال الكميه اولا على حساب المول ديالكم. كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنحاول نطلق هذا العجين على السطح ديال هذا المول كامل. صافي، العجينه راها مرخوفه كيف ما كتشوفوا، راه في ساعه كتمشي معنا. صافي، كنستمر على هاد النحو حتى كنطلقها كامل على الطاوة. بالنسبة ليا غادي نستعمل شوية ديال الشوكولاتة، يمكن لكم تخليوها هكا تحتفظوا بها هكا، كيف ما يمكن لكم تضيفوا شوية ديال الشوكولاتة قطع او لا حبيبات الشوكولا الخاصين بالكوكيز، كيبقى لكم اختيار من طبيعة الحال. اذا من بعد ما غادي ندير الشوكولاتة غادي ندهنها بصفار ديال البيض، وكنخليها جانبا باش يتضاعف الحجم ديالها المره الثانيه، ونمروا باش نديروا النصف الاخر او البريوش الاخر اللي غنسمو بالزرارع، الزنجلان وشويه ديال النافع وحبه حلاوه اللي صهدتهم وهرمشتهم، كذلك الزنجلان مصهد. غادي نضيفهم للعجين المتبقي اللي عندي. غادي نضيف شويه ديال الماء في يدي كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول نخلط العجينه باش ينسجموا ليا هاد الزرارع او هاد الحبوب مع الخليط. يمكن لكم تستعملوا فقط النافع حتى هو كيعطي المذاق. هاد البريوش غادي يكون بالنكهه البلديه.
صافي غادي ناخذ المول ديال الزاج، هذا كبير حتى هو، يمكن لكم كما سبق لي ذكرت تاخذوا مول اصغر باش يجيكم عالي اكثر. صافي كناخذ العجين وكنطلقها مباشره في المول ديالي كما سبق لي ذكرت، كتستهنوا بشويه ديال الزيت وكنطلقوها، يمكن لكم تستهنوا بالزيت اولا بالماء. صافي كنطلقوا العجينه ديالتنا. صافي وكناخذوا صفار ديال البيض اولا بيضه كامله كما حبيتو، كتزيدوا لها شويه ديال الخل، في قطرات ديال الخل على حسب الزفوريه، وكتدهنوا الوجه ديال البريوش كامل ونخليه جانبا باش يخمر كذلك. اذا لي بريوش جاولي ها هما، هذا غادي نحتفظ به هكا، ما غادي ندير ليه حتى اضافه، ويمكن لكم بجوجهم تخليوهم هكا كيف ما يمكن لكم تزيدوا تزينوا. بالنسبه لي انا هذا غادي ندهن شويه يدي بالزيت وغادي نضغط عليه على هذا الشكل، هذه فقط اضافه اختياريه، يمكن لكم تخليوه كيف ما سبق لي ذكرت كما هو. صافي هكا كنستمر كندير غير بالصبع ديالي هكايا على شكل حفر، وهي خامره بطبيعه الحال لانه الا ضغطت عليها من الاول ملي غتخمر غادي يمشيو دوك الاثار ديال الاصابع. صافي على هذا الشكل غادي ندير الفران، راه سبق له سخون، غادي ندخلوه على عافيه متوسطه ونتلاقاو مع الشكل النهائي اللي هو هذا كما كتشوفوا معايا. البريوش اللي نسمتو خليته منسم بالفاني ودرت له الشوكولات، دهنت ليهم بجوجهم الوجه ديالهم بالعسل او لا الناباج او لا المربى اللي متوفر، وزوقته بشويه ديال الكوك والكاوكاو مهرمش. البريوش الثاني زوقته بشويه ديال الكوك والشوكولات محكوك، كيبقى لكم بطبيعه الحال الاختيار في التزيين. المهم انه كيجيو لذادين خفافين، فعلا كيستحقوا التجربه.